وبطلات الأهلي دائما ما يكتبون أسماءهم بحروف من ذهب في مختلف المنافسات بتحقيق الانتصارات والإنجازات بالتتويج بالألقاب الجماعية والفردية في جميع الألعاب الرياضية. وللجمباز بالنادي الأهلي إيقاعه الخاص والمتميز بتحقيق بطلاته العديدة من البطولات المحلية والعربية والقارية. ومن ضمن بطلات القلعة الحمراء في الجمباز ندى عبد الرحمن ونور أشرف، وهما ثنائي حقق العديد من الإنجازات. البداية مع ندى التي حققت لقب بطولة الجمهورية وذهبية الفرد العام ومثلها في جهاز المتوازي، كما حصلت على عدة ميداليات فضية وبرونزية في الحركات الأرضية وعارضة التوازن وحصان القفز في أكثر من بطولة محلية وعربية. أما نور فقد حققت أيضا أكثر من ميدالية في بطولة الجمهورية وذهبية فرد عام وأخرى في المتوازي، ولديها العديد من الألقاب محلية في مختلف المنافسات. ويأمل الثنائي في تحقيق المزيد من الانتصارات والإنجازات واعتلاء منصات التتويج في مختلف منافسات الجمباز محلياً وقارياً وعالمياً. حضراتكم كم الميداليات وكم الشهادات، شهادات التقدير. يعني دلوقتي هتقولوا مثلا احنا معانا بطلتين من جمباز النادي الاهلي، يعني عندهم مثلا 25 سنه، احنا بنتكلم عن بنتين جمال جدا وبطلتين جمال جدا تقريبا سنهم 15 سنه. خلينا نعرف القصه كلها من ندى عبد الرحمن ونور اشرف. صباح الخير. انتوا صغيرين جدا سنا، ولكن اللي انتوا عملتوه حاجه جميله، حاجه محترمه وميداليات كتيره. وندى صح كده ونور. طيب انا هبدا معاك يا ندى عشان الناس برضو الاهلاويه بيتفرجوا علينا يبقوا عارفين. ندى ابتدت امتى اصلا تلعب جمباز، واشمعنى جمباز؟ ولا كانت رياضه كده دخلتيها وبعدين حسيتي ان انت لا يعني ناجحه فيها وبعد كده؟ انا دخلتها وانا عندي 4 سنين، كان عندي واحده صاحبتي اصلا بتلعبها وكانت عاجباها وكانت داخله اللي هي تلعب، فقالت لمامتي يعني اللي هي خلي ندى تدخل تلعب معايا ومش عارف دي ايه دي صاحبتك. وبعد كده دخلنا ولعبنا وكده، وبعد كده عملوا لنا اختبارات وكده، وبعد كده عدينا ودخلنا فريق، وبعد كده قعدنا مع بعض في التمرين وفي النادي وكسبنا ودخلنا بطولات كتير مع بعض وحققنا، وكانت لعبه حلوه يعني الحمد لله. ونور انا دخلتها وانا عندي 4 سنين برضو، بس كان ولد معايا في المدرسه كان بيلعبها في الفصل، فدخلت الاختبارات وكده وقبلوني بس خلاص. يعني انتوا الاثنين ابتديتوا وانتوا عندكم 4 سنين وانتوا الاثنين دلوقتي 15 سنه صح؟ طب اي نوع من الجمباز تحديدا؟ لان في كذا نوع. انت انا جمباز فني. انتوا الاثنين؟ اه. اوكي. طيب مين في العيله كان ضد او مع ان انتوا اصلا تلعبوا جمباز؟ لا انا بابا وماما كانوا موافقين وكانوا يساعدونا في التمرين. اه بالعكس، ما حدش كان ضدنا في الموضوع ده خالص. يعني كانوا بيشجعوكوا على اللعبه دي؟ شويه في اهالي يقولوا لعبه خطر بس لا كانوا بيدعمونا وكده كان شجعونا على التمرين. اول ما انا لا مش عارفه انا لابسه انهي ميداليه بتاعت مين فيكم؟ دي انا هي لو اخت مش عارفين انا ممكن اخدها عادي يا جماعه. لا اول ميداليه حصلتوا عليها، يعني هبدا معاكي برضو يا ندى، كان سنك كام تقريبا؟ كانت بطوله ايه؟ 6 سنين. دي كانت تحت 7 وكلنا يعني الحمد لله جبنا ذهب كفريق وجبنا اول فريق وكده. وانت انا زيها بالظبط. انتوا كل حاجه زي بعض؟ احنا كنا في نفس الفريق مع نفس الكابتن. اوكي ده عشان كده انتوا في النادي الاهلي من الاول. حلو جدا. طيب معلش بقى على الدراسه، لان برده مهم ان الناس تبقى الدراسه صعبه قوي مع التمرين. بالعكس احنا انتوا الاثنين في سنه كام؟ ثالثه اعدادي. اوكي احنا بنذاكر واحنا في العربيه ما بين التمرين واحنا راجعين. ليه بتتمرنوا تقريبا قد ايه؟ 7 ساعات. 7 ساعات في اليوم تقريبا. كم يوم في السنه؟ كم يوم في السنه؟ كم يوم في الاسبوع؟ 6 او 5. 6 مش كتير. لا كتير. طب 6 ساعات يعني ممكن برضو حد دلوقتي انا بحاول اخلي الناس تفهم اكتر، 6 ساعات ليه؟ عشان نتمرن اكتر، وفي مثلا تمرينه فيتنس وبعد كده ندخل على الاجهزه وبعد كده ستريتشات عشان ما نتمزقش وما نتصابش. اوكي. وكده يعني. وهل حصل قبل كده اصابه برضو؟ طبعا. اكيد طبعا. ايه بقى؟ يعني انا جالي سبرين انكل في رجلي قبل كده،
وبعد كده الحمد لله عالجتها وريحت ومش عارف ايه، وبعد كده رجعت تاني اشتغل وكده. وعادي يعني لعيب الجمباز لازم يستحمل يعدي الاصابه ويرجع. بقول هي لعبه اصلا شويه خطره. هي خطر لو مثلا لو حد عنده فيتنس قليل في جسمه وبعديها يعني كل حاجه حد ناقصه حاجه لازم يشتغل عليها اكتر وكده. طيب بما ان انا يعني شايفه تاني معلش سن صغير، لكن انا شايفه برضو مخ كبير وزي ما انا قلت تحقيق او يعني في انجازات حاصله حلوه، فانا عايزه اروح معاكم لنقطه كبيره شويه، نتكلم عن الجمباز اصلا في مصر ونقارنه في العالم. في مصر انتوا شايفين مستوى الجمباز عندنا واصل لفين، وفي نفس الوقت لو هنقارن ببره ايه اكتر دوله الجمباز فيها عامل رانكينجز كويس؟ امريكا. ومصر دلوقتي مقارنه بصراحه على قد يعني كويس، دي احسن يعني ان شاء الله. ايه اللي بينقصنا لو احنا بنتكلم عندنا كوادر حلوه صغيره ناجحه بتحصل على بطولات؟ عندنا النادي الاهلي كمان في الرياضه دي يعني وصل مستوى حلو جدا. لو هنتكلم هنا عن مستوى مصر بقى، ايه اللي ينقصنا علشان نقول ان احنا من الدول الاولى مثلا؟ هي خبره وتمرينات يعني من كتر التمارين والبطولات وكده، وبطولات بره وجوه مصر وكده، فان شاء الله يعني نبقى احسن. يعني انتوا شايفين تدريبات اكتر، لكن الموضوع احنا عندنا كوادر، عندنا مدربين، عندنا مكان، كله تمام. طيب لو بصيت برضو شويه وقدام، ندى او نور حابين توصلوا لفين؟ ان شاء الله ندخل اولمبيكس. عشان توصل للاولمبيكس دي عايزه شغل كتير يعني، انتوا حاطين في دماغكم انا هعمل ديديكيشن او انا يعني كل حياتي هتبقى مصابه في الرياضه اكتر. والحته التعليم بنحاول نهتم بيها، حاجه مهمه برده في حياتنا، فبنحاول اي وقت فاضي نظبط الاثنين مع بعض. طيب ومين من يعني مين من الاهالي عندكم بيروح معاكم التمرين؟ مين دايما بيشجعكم؟ الامهات اكتر. ماما وبابا برده ساعات بيوديني وكده يعني. في حد رياضي في العيله اصلا؟ مفيش حد؟ لا انا اخواتي. اخواتك لعبوا ايه في الاهلي برده؟ بيلعبوا سباحه وجمباز. بنات؟ لا ولاد. ورأيكم ايه في فكره هنا كمان البنات في النادي الاهلي؟ انا هتكلم رياضه النسائيه يعني، اللي هي واصله مفروض في النادي الاهلي وده بالارقام احنا مش كلامنا لمستوى كويس جدا. انتوا شايفين ده يعني اوصفوا برضو الصوره للناس تحديدا من الرياضه النسائيه. انا عايزه اتكلم يعني هي حاجه مهمه برضو للبنات تشارك في لعبه زي دي برضو وكده، وهي لعبه ممتعه وكده يعني، المفروض الواحد يبقى مستمتع وهو بيلعبها ويأدي احسن حاجه عنده وكده، فالناس بتتفرج بيبقى مستمتعين باللعبه كمان، فهي لعبه حلوه. انتوا عددكم قد ايه تقريبا في الفريق؟ فريق 10 اظن. وفي ده في النادي عامه 10 في النادي السن بتاعنا احنا 10 والبقيه يعني. عايز اعرف انت احنا عندنا من سن كام لكام؟ سن كام لكام يعني؟ هو بيبدا من تحت 7 لغايه بقى درجه اولى. واحنا دلوقتي درجه ثانيه ويعني خلاص. الاولى تبدا من كام سنه بقى؟ المفروض السنة دي يعني السنة الجاية 16 مثلا؟ 16. اوكي انا مبسوطة بيكم والله بجد يعني، انتوا الاثنين نموذج حلو جدا، بس عايزاكم برضو تهتموا بالدراسة مش عشان حاجة بس، عشان يبقى في قدام حاجة برضو انا بعملها جنب الرياضة، لان ممكن في اي وقت اي حد يبطل. بس طبعا استمروا، احنا نفسي انا نفسي فعلا توصلوا اللي انتوا عايزينه في الاولمبياد. بس خليني اروح معاكم برضو بما ان انتوا صغيرين، استغل وجودكم معايا ان لو حد من الاهالي دلوقتي بيتفرج وعنده بنت صغيرة او حتى ولد صغير وعايز ان هو يخليه بطل رياضي، يعمل ايه غير ان هو يخليه يشترك؟ يعني ايه اللي كانوا اهاليكم بيعملوه معاكم عشان نوصل للمستوى المشرف ده؟ يعني بيهتموا بالاكل والغذاء. انا هسمع كل واحد. الغذاء والنوم والفيتامينز يعني الاهتمام بالتمرين برضو لازم، والاسترتشات والحاجات دي، ولازم الاكل والنوم والحاجات يعني. انتوا في البيت الموضوع مش مفتوح، لا في مواعيد للنوم، في مواعيد في اكل معين، ده في البيت في قواعد صارمه يعني. طب ده ما بيأثرش برضو انتوا لسه صغيرين ان انا عايزه اخرج، ان انا عايزه اسافر؟ بيأثر طبعا، ما بيبقاش فيه وقت. انا شايفاكم بتقولوا بيأثر وانتوا زعلانين. يعني طبعا الاول قبل ما نكمل احكوا لنا بس الصور دي كانت امتى؟ دي لسه الاربع اللي فات، الاسبوع اللي فات. دي الاربع اللي فات في ايه؟ بطولة الجمهورية. وصلتوا فيها؟ انا اول فردي عام واول متوازي وتاني فريق. برافو عليك. طيب خليني ارجع للنقطه اللي كنت بكلمكم فيها. ايه بقى؟
يعني هو لازم الطفل يعني يكون حابب اللعبه اللي بيلعبها عشان يبقى مستمتع وبيلعبها وكده. يبقى اول حاجه ما حدش يجبر ولاده على ان هم يلعبوا لعبه او رياضه مش هو مش شايفين ولاده فيها. كويس، يبقى في نظام صارم في البيت. وايه تاني؟ ويكون يساعد عشان اللعبه دي الاكل والنوم والتمرين كويس ويبقى. طب ما النقطة اللي احنا كنا بنتكلم فيها اللي هي برضو حياتك مش هتبقى زي صحابك في سنك، مظبوط كده؟ وهتلاقي مثلا الفريق بتاعك صحابك اللي في الفريق هم دول اللي انت عايشة معهم اكتر، صح؟ لان هم اللي حياتهم شبهنا. ازاي لو حد صغير بيسمع هتقولي له او توصلوا له المسج ان معلش هو ممكن ما يعيش حياة مثلا طبيعية زي صحابه التانيين في المدرسة، لكن ده هيكون كويس. دي انتوا اصلا عملتوا ده ازاي؟ ازاي كنتوا مثلا في الصيف ممكن يبقى اصحابكم في الساحل، يبقى اصحابكم خارجين، يبقى في عيد ميلاد، بس انت عندك انتوا عندكم تمرين فمش هتروح. احنا برضو الرياضه لازم تعاون في التمرين، فاحنا بنكون صداقات وكده، بنبقى يعني كوان تيم وكده، فاحنا بنحب بعض وكده. ممكن نخرج في اي وقت برضو اللي يبقى في وقت مناسب لينا يعني. اللي مش ما يكون معاه في تمرين او بعد التمرين ساعات بنخرج كده يعني. يعني برضو بنخرج وعادي يعني كده، بس اقل يعني هو في خروجات بس مش زي بتوع اصحابنا التانيين اللي هم بقى يقدروا يخرجوا في اي وقت مدرسه ويسافروا. مين مثالكم الاعلى؟ كل واحده هتجاوبني لوحدها في من الرياضيات في مصر. اكيد انتوا على المستوى السباحه عارفين اسامي، عندنا فريد عثمان، عندنا رانيا علواني، كابتن رانيا علواني زمان يعني ما اعرفش تعرفوها اكيد طبعا. وفي على مستوى السكواش عندنا نور الشربيني، رنيم، يعني عندنا اسامي كتير. مين مثلا ليكوا اعلى؟ مش لازم تبقوا عايزين نفس الخطه او نفس الرياضه، بس مين بتحبوها من الرياضيات المصريات تحديدا؟ يعني في واحده اسمها فرح احمد وفرح سعيد، دول يعني في مصر احسن اتنين دلوقتي بيلعبوا وكده. انا وهي نفس الحاجه، هي فرح، دول بيلعبوا جمباز. نفسكم تبقوا حاجه كده او على المستوى لو هنتكلم الدوري سموبايلز ده انتوا مش ممكن كوبي بيست. يا رب يحقق كل احلامكم بجد وتحصلوا على مزيد مزيد من البطولات مع النادي الاهلي وتوصلوا كمان للاولمبيكس باذن الله. انا مبسوطه بيكم جدا بجد، وزي ما كنت بقول لحضراتكم احنا دايما في 10 الصبح في الاهلي بنعرض النماذج للمراه والفتاه المصريه الرياضيه الاهلاويه اللي فعلا كلنا بنبقى مبسوطين وبنفتخر بيهم. يعني انا مبسوطه وان شاء الله تبقوا معانا مره ثانيه. شكرا ليكم. ونروح فاصل سريع وهنرجع نكمل الفقره اللي جايه زي ما كنت بقول لحضراتكم هنتكلم فيها بقى عن الكرة، وهيبقى معايا الفقرة دي أنا وكريم، هيعود مرة تانية. فاصل نرجع نتكلم.